نحو مستقبل أخضر تتجه مدينة أغادير، حيث احتضنت الانطلاق الرسمي لإعداد برنامج عملها في إطار مشروع المدن الخضراء الذي يموله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. البرنامج يهدف إلى مساعدة المدن على التحول إلى مستقبل أخضر ومنخفض الكربون. اليوم سلطنا الضوء على المزايا التي يقدمها هذا المخطط عبر مجموعة من المشاريع في المجال البيئي، خصوصا جودة الهواء والمناخ. برنامج العمل ديال الجماعة يرتكز على 4 ديال المحاور. هناك محور أولا ديال النفايات المنزلية، يعني إعادة تدوير النفايات وتثمينها، وكذلك إعادة تدوير المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء. هناك كذلك تخفيض فاتورة الكهرباء والطاقة ب 15%. هناك كذلك التنقلات الحضرية. برنامج العمل ديال الجماعة ارتكز على بزاف على التوعية والتحسيس. الحاضرون ناقشوا مداخلات عديدة تتعلق باستراتيجية المجلس في مجالات الحكمة المالية والحفاظ على البيئة والاستدامة وجودة الحياة، كما تم استعراض مشاريع برنامج عمل الجماعة للفترة 2022-2027. نحن اليوم جد سعداء بالتواجد ديالنا في هذا اللقاء المهم الاستراتيجي اللي كيهدف الى جعل مدينه اكادير ضمن المدن الخضراء، خاصه بعد الاهتمام يعني الدولي اللي لقاتو المدينه ديالنا يعني من مجموعه من الدول الاوروبيه، وخاصه يعني البنك الاوروبي. البرنامج يروم تنزيل أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال اعتماد تدابير تهم توفير الطاقة، تعزيز النقل المستدام، إدارة النفايات، والحفاظ على التنوع البيولوجي.